شغلت اللجنة الدستورية الرأي العام السوري وانقسم الناس حيالها بين مؤيد ومعارض وغير مبالي هيئة التفاوض اعتبرت تشكيلها انتصارا حقيقيا بينما رأى المعترضون عليها أنها تفريط بتضحيات فئة كبيرة من السوريين وأنها محاصصة بين الدول الفاعلة ولا تمثل السوريون السوريين في شيء فما مدى شرعية هذه اللجنة ومن مآخذ القانونية عليها هذا سيكون عناوين أو محاور الصالون السياسي لهذه الليلة اعلن تشكيل اللجنه الدستوريه قبل ايام اللجنه التي ستكتب دستور سوريا المقبل ممثلون عن المعارضه والنظام ومن في الوسط بينهم سيجتمعون تحت سقف واحد وطاوله واحده برعايه الامم المتحده بعد ان نزفت سوريا كل تلك السنوات القواعد الاجرائيه للجنه، وبحسب بيان الامم المتحده، نصت على هيكليه تتالف من هيئتين موسعه ومصغره. تضم الهيئه الموسعه 150 عضوا، في حين تكون الهيئه المصغره 45 عضوا. وللجنه رئيسان، احدهما من طرف المعارضه، والاخر من نظام الاسد. بينما يشرف المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون على أعمال اللجنة ويفيد هيئة الأمم المتحدة بالتطورات إذن محددات وضعتها الأمم المتحدة لسير عمل اللجنة وهيكليتها مضافا إليها آلية القرارات المتخذة بين أعضائها بالتوافق أو التصويت حيث ينبغي ان يحصل اي قرار متخذ على نسبه 75% من اعضائها. رعايه امميه شبه كامله للجنه اوجدتها ومنحتها مباركاتها بينما ينظر اليها معظم السوريين المعارضين انها جاءت لشرعنه الاسد وقفزت على قرارات جنيف التي نصت على هيئه حكم انتقالي. تشرف على العملية الدستورية وموجباتها وبين الرعاية الدولية والرفض في الشارع يبقى السؤال عن مدى شرعية تلك اللجنة التي يراها كثيرون انها لم تمثل كل السوريين وتياراتهم المختلفة فالدساتير عادة تكتبها الشعوب في حالة استقرارها وبعد تفاهمات طويلة مع المكونات لانها تفتح صفحة جديدة في تاريخ البلد السياسي فكيف يتحصل ذلك في سوريا التي تحكمها احتلالات رسمت مسار اللجنه واوجدتها؟ لمناقشه هذا الموضوع ارحب بضيوفي من الدوحه الدكتور حسام الحافظ مدير مؤسسه قسم للدراسات والتدريب ومن باريس الدكتوره سميره مبيض الباحثه السياسيه وعضو اللجنه الدستوريه عن قائمه المجتمع المدني وينضم الينا من كندا عبر السكايب السيد هشام مروه المحامي وعضو اللجنه الدستوريه عن قائمه المعارضه السوريه اهلا بكم ضيوفي ومشاهدين الكرام دكتور السيد مروه سابدا معك هذا الحوار انت عضو باللجنه وايضا قانوني يعني ما مدى شرعيه هذه اللجنه البعض يقول ان هذه اللجنه لم تتشكل بقرار وطني سوري وليس ايضا عبر اجراءات متبعه في تشكيل هكذا لجان فهناك تشكيك بشرعيه هذه اللجنه، كيف ترد على اصحاب هذا الراي؟ ابتداء مساء الخير لك وللدكتور حسام وللدكتوره سميره الاصدقاء الاعزاء والزملاء اصحاب التاريخ في المعارضه وفي تقديم المساهمات القانونيه والدراسات السياسيه في هذا المجال. الواقع القول ان مشروعيه اللجنه الدستوريه فيها نظر، الحقيقه نحن يجب ان ننطلق من قراءة المشهد كما كما يعني كما بدأ فعلا عندما بدأت مسيرة التسوية أو مسيرة اتفاق جنيف مفاوضات جينيف الأولى ثم مفاوضات جينيف الثانية والثالثة وحتى اللحظة التي وقفت فيها في نهاية العام 2017 يجد حقيقة أن هناك حديث عن هيئه حاكمه انتقاليه قرها بيان جنيف، هذه الهيئه الحاكمه الانتقاليه ستقوم باعمال منها الدستور بعد سته اشهر من تشكيلها. تعثر هذا المسار فاقترح مسار موازي او مسار جديد وهو ما ان تكون هناك بحث في السلال بشكل متوازي بحيث لا تكون نتيجه احداها مل يعني الا بتوافق مع كل السلال او كل النتائج التي تاتي منها، يعني الاتفاق على واحده لا يعني الاتفاق على كلها جميعا، وهذا الامر يذكره الدكتور حسام كما يذكره كل المتابعون، كل المتابعين لهذا الشان. الان المحطه الدستوريه محطه مهمه جدا. وهي إحدى المحطات المطلوبة من بيان جنيف وهي إحدى المحطات المطلوبة في مسيرة التسوية وفي مسيرة الانتقال السياسي بكل تأكيد هذه المشروعية يعني وضع الدستور الدستور لا يستمد وجوده من الذين يضعونه م. يستمد والآن أتحدث بشكل قانوني أسمعني الباقي والزملاء أه تستمد هذا الدستور إذا تمت الموافقة عليه من استفتاء الشعب عليه يعني لن, لن تستطيع ولو أية لجنة كانت Mojude. مهما كانت نتائجها ومهما بلغ مقدار ما تقدمه من نتائج الاستفتاء الشعبي هو الذي يعطي المشروعية فطالما أنما ستقوم به اللجنة الدستورية أيا كانت نتائجه أيا كانت نتائجه فإن هذا الأمر سيعرض على الاستفتاء العام وهو الذي سيعطيه المشروعية أنا قبل قبل ذلك يعني أنا بداية أتحدث ليس عن شرعية الدستور سيد مروة مروك أنت تحدث عن شرعية اللجنة وتأسيسها بالذات بس خليني أروح للدكتور مبيض دكتور مبيض أنت شو تعليقك على الآراء التي تقول أن هاي اللجنة يعني شرعيتها مشكوك فيها أو هناك مؤاخذ ماخذ على شرعيتها نتكلم عن اللجنة ليس عن الدستور العتيد المزمع يعني إنجازه؟ نعم. بداية مساء الخير لكم وللمشاهدين وللزملاء طبعا يعني قبل الدخول بصلب السؤال الذي تفضلت به اسمح لي أن أشير أنه يتوجب علينا اليوم معالجة القضية السورية من نقطتين النقطة الأولى هي مطالب الشعب السوري كما انطلقت بعام 2011 المطالب المحقة ولكن النقطة الثانية أيضا هي الأخطاء الكارثية التي تمت من جهة المعارضة والنظام والتي أوصلت بنا إلى الوضع يعني أقل ما بانه كارثي على كامل اراضي السوريه. طبعا انطلاقا من هذه النقطه سادخل الى اللجنه الدستوريه انتقل الى اللجنه الدستوريه في سياق المسار السياسي, السياسي عموما وكيف تعاملت المعارضه مع هذا المسار السياسي بشكل او باخر. طبعا كان هناك دوما طرح عمليه رفض المكتسبات الجزئيه وال يعني الاصرار على التمسك بكامل المطالب. طبعا في ذلك كان تتالي للخساره وراء الخساره وهذه الخسائر هي من مكتسبات الشعب السوري التي دفع ثمنها بالتضحيات وبالدماء وبالتهجير والى ما هنالك من الامور التي نعرفها جميعا. اذا مسار الرفض وعدم الشرعيه والتخوين والى ما هنالك من هذه الظواهر التي ظهرت خلال المسار السياسي للمعارضه السوريه وطبعا النظام من جهه اخرى تؤدي الى مزيد من الخسائر، فنحن هنا في حاله انتقال سياسي او طالبه بالانتقال السياسي طبعا هذا الانتقال السياسي يتطلب وجود عقد اجتماعي جديد بكل تاكيد ووضع دستور للتعايش بين مكونات السوريه وبين السوريين بين انفسهم وبين السوريين كمجتمع والدوله وبين الدوله ومحيطها الخارجي والى ما هنالك من امور تتعلق ب يعني السياق الدستوري كل هذه الامور هي امور مطلوبه ضمن الانتقال السياسي لكننا نرى انه لغايه اليوم لم يتم هناك بمبادره سوريه الاتفاق على هذه المبادئ سواء عبر اعلان دستوري مؤقت او الى ما هنالك فبالتالي يعني مسار طويل على مدى ثماني سنوات لم يتم به التوجه بهذا السياق والذي هو يكتسب شرعيته من اتفاق السوريين انفسهم اذا يعني من وجهه النظر هذه يمكننا القول بأن اللجنة الدستورية عذرا فقط لأكمل الجملة بأن اللجنة الدستورية ليست انتصارا لطرف وإنما هي فرصة للسوريين أنفسهم لإيجاد الحلول طيب دكتور حسام اللجنة الدستورية ليست انتصارا لطرف بينما هي فرصة للسوريين كما قالت الدكتورة مبيض كيف تعلق على يعني هاي هاي الرؤية للجنة ويمكن البعض اللي بيسمعها الآن بيقول لك معها حق يعني 8 سنين من الصراع ما في ما في اي نتائج خاصه لصالح محور الثوره او حاضنه الثوره مساء الخير لك استاذ عمر وللدكتور هشام والدكتوره سميره ولجميع المشاهدين. اولا يعني تعليقات سريعه على ما تفضل به الزملاء الدستور هو نص خاص اليه انتاج الدستور عاده تفوق الدستور نفسه في الأهمية، ممكن أن تأتي بلجنة خبراء من العالم وتضع دستور لدولة ما، هذا هذه الورقة التي تضعها لا قيمة لها لأنها لم تخرج عن إرادة شعبية. فإذاً آلية إنتاج الدستور تفوق الدستور نفسه في الأهمية. شكل ال ال الإخراج للجنة الدستورية الحالية ليس له أي مرجعية شعبية، ليس له أي علاقة بالشعب السوري ده شكل بشكل ماذا, ماذا تقصد فيه دكتور حسام يعني طريقه تشكيل اللجنه الدول اللي دخلت تشكيل اللجنه طريقه تشكيل طريقه تشكيل اللجنه ومرجعيتها نتحدث عن قرار في في دوله بسوتشي دوله روسيا التي تقوم بالعمليات العسكريه ضرب الشعب السوري الدول الضامنه الثلاثه هي التي وضعت اسماء اللجنه بالتوافق بتوافقات دوليه وتوافقات يعني مع مكونات اخرى هذه نعم. هذا هذه الطريقه في انتاج لجنه دستوريه بعيده تماما عن اي مشروعيه هذا واحد اثنين لابد ان يكون هناك شيء من المشتركات في المرجعيه بين مكونات اعضاء هذه اللجنه السورية هذا غير موجود في الحاله التي بين يدينا، حتى لا يوجد حوامل اجتماعيه ولا يوجد اختصاصيين ولا يعني اللجنه التي بين يدينا للاسف لا تعبر عن سوريا يعني اذا اذا خرجنا قليلا من موضوع تمثيل الثوره م. وطريقه حتى 50 عضو اللي بيمثلوا المعارضه م. هذه اللجنه لا تمثل سوريا ولا طريق بسوريا لوضع دستور لسوريا فاذا اتينا الى الوثائق التي الدوليه هناك تراجع كبير جدا في استعرض الدكتور هشام مسيرة القرارات الدولية القرار 2118 هو الأساس القرار 2254 هو قرار تنفيذي إجرائي أكثر منه قرار يعني موضوعي القرار الأساسي هو قرار 2118 الذي يتحدث على تسلسل واضح في العملية السياسية سعيا للوصول إلى انتقال سياسي كامل ومع ذلك وحتى لو اخذنا القرار <applause> 2254 يتحدث على حكم واضح المعالم يعني يتحدث على انتقال سياسي هذا الحكم يقود البيئه البيئه الحياديه التي تقود الى يعني في في امنه في ظلها يكون في يوجد انتقال سياسي ومن ثم نتحدث على دستور ضمن قوالب جديده هناك بيئه مناسبة لإنتاج الدستور تفضلت حضرتك وكان في أيضا بالتقرير المقدمة الدستور لا يوضع بهذه الطريقة الدستور هو نص خاص جدا لابد من هذه البيئة ولابد من أيضا هناك بنية قانونية غير مهيئة بسوريا حاليا مجموعة مجموعة القوانين السورية الحالية تحت ظل نظام الأسد غير قابلة يعني لابد من تغييرها وتغيير أساسيات بعض القوانين الأساسية دكتور فيها دكتور حسام أنت أنت طرحت الدستور يعني منها طرحت عدة عدة نقاط أو يعني أطلقت عدة سهام على هاي اللجنة مع أنه الدكتور مروة حاول يغازلك بداية البرنامج يعني يكسبك شوي لو بده خلينا خلينا ننقل كل كل النقاط اللي اللي أثرتها للدكتور هشام دكتور هشام خلينا نبلش نقطة نقطة, نقطة. الدكتور حافظ عم يقول لك أنه طريقه تشكيل اللجنه اليه اخراج اللجنه بهذا الشكل هي ايضا يعني غير شرعيه او لا تمثل يعني مرجعيه وطنيه سوريه تفضل يعني اسمح لي اولا العلاقه مع الدكتور حسام لا تحتاج الى غزل، نحن نتحدث <applause> حقيقه وهدفنا فعلا الوصول الى ما يمكن ان يعبر فعلا وحقيقه عن تطلعات الشعب كما قالت الدكتوره سميره هدف الدستور ان يعبر عن تطلعات الشعب. <applause> الواقع يعني انا لا اريد ان اتحدث عن وضع استثنائي وان هذا الوضع الاستثنائي هناك قواعد قانونيه وشرعيه تدعم الاداء، يعني ما يسمى بالاجازه اللاحقه تعتبر مثابة الإذن السابق يعني أقصد القول عندما تأتي الشرعية الشعبية لتقول نقبل بهذا الدستور بعد أن تطلع عليه نتيجة الظروف السياسية المعقدة التي دفعت لإنتاج هكذا الدستور فإن هذه الإجازة الشعبية اللاحقة هي التي تعطي المشروعية لما كان سابقا من سواء آلية من جهة أو من نصوص دستورية تم التوافق عليها وتم طرحها على الاستفتاء العام، م. يعني عندما يأتي الاستفتاء العام ليقول نعم لهذا المنتج فإن هذه النعم تنصرف وتنسحب إلى كل ما سبق وتعطي شرعية وتلغي كل الإشكالات القانونية التي قد تكون نشأت أو قد تنشأ عن آليات م. التشكيل، لنركز فعلاً الآن على يعني الان ننتقل من حديث في الاليات لحديث الآخر في أهمية ما هو الآن دكتور, دكتور مروه البعض يمكن بيقول لك انه ما هي الاليه هي اللي راح تنتج الدستور، بالتالي اذا الاليه كانت خاطئه او ليس لها حوامل مثل ما حكى الدكتور حافظ، راح تكون في مشكله بالمنتج اللي راح يخرج واللي هو الدستور طالما ان الشعب سيقول كلمته في هذا المنتج، وبالتالي ستكون كل ما يقوله ها كل ما تفعله هذه الآليات هو يعني أمام الشعب ليقرره، فإن قال نعم فهي نعم تنسحب على كل سواء على الآلية أو على النصوص، وبالتالي ستثبت وجود الحاملة. وستعيد يعني ستعيد لهذا المنتج القدره على الحياه وتمنحه القدره على الحياه من خلال محيها الشرعيه لا شرعيه للدستور بدون استفتاء شعبي لا شرعيه, رح شرعية رح ارجع الدكتور مروه اثرت نقطه في غايه الاهميه انت انت بتعول دائما على الاستفتاء اللي هو أح يعني اهم اليه للاستف... يعني لت... لترسيخ الدستور او الاعتماد الدستور بس خلينا نروح قبل ذلك للدكتور مبيض دكتور مبيض الدكتور حسام قال انه هاي اللجنه ايضا تفتقد الى بعض الحال. العوامل الاجتماعية للمجتمع السوري وأنت يعني أدرى منا ب يعني القوس قزح الموجود الفسيفساء الاجتماعية والدينية والاثنية الموجودة في في المجتمع السوري الآن هناك أيضا مؤاخذات على إنه يعني أسماء اللي موجودة في هذه اللجنة أسماء لا تمثل المكونات ولا تمثل المناطق يعني مرجعيتها ليست مرجعية اجتماعية ولا طائفية ولا مناطقية ولا حتى يمكن حزبية سورية هي مرجعية زي ما حكى الدكتور حسام من قبل الدول الفاعلة في سوتشي وخاصة يعني ما تحدث فيه الرؤساء الثلاثة بوتين أردوغان روحاني في أنقرة عن يعني التبشير بهذه اللجنة الدستورية بالتالي الدول سوتشي هي التي أقرت هذا الشكل للجنة هذه أيضا ليست يعني نقطة ضعف في تشكيل اللجنة نعم يعني بداية أن أن يكون الدول هي التي شكلت اللجنة بشكل أو بآخر يعني لا يمكننا تحميل مسؤولية هذا الأمر للدول هذه مسؤولية سورية لو أننا نحن نجحنا بإقناع الأطراف جميعا لو كنا كنا نمتلك يعني أساسا التوافق اللازم لكي يتم الإجماع السوري عليه لم يكن هناك مجال للتدخل الدولي في هذا الشأن طبعا يعني نتحدث عن الحوامل الشعبيه او الحوامل الاجتماعيه في الحقيقه لنعد لما يطالب به يعني الزملاء في المعارضه والذين يعني هم يعتقدون ان اللجنه الدستوريه لن تؤدي الى المسار الصحيح هناك بشكل رئيسي طرح دستور عام 1950 طبعا دستور عام 1950 هو دستور كان يعني في زمنه في عصره دستور ممتاز لماذا لانه انبثق من وعي ووجدان الشارع السوري في ذلك الحين والذي قراه السياسي حينها وترجموه الى دستور. ناتي فيما بعد الى ما يطالب به النظام وهو اصلاحات بسيطه على دستور 2012 وطبعا دستور 2012 كتبه النظام لتمكين بشار الاسد حكما بالسلطه ولكي يستطيع تجاوز البرلمان وتجاوز الشعب السوري. طبعا بينهما 1970 لدينا دستور البعث والذي كان هدفه تمكين الحزب القائد للشعب والى ما هنالك كما نعرف جميعا إذا هذه الدساتير الثلاثة اليوم لا تمثل الشارع السوري لا دستور 1950 يناسب الظرف الحالي لماذا؟ لأن من يطالب بدستور 1950 يتناسى خمس عقود ليست خمس عقود طبيعية من الحياة الاجتماعية المستقرة وإنما خمس عقود تحت الظلم وتحت القمع والفتنة الطائفية والقومية ونعرف تماما ما هي أدوات النظام في تخريب المجتمع طبعا دستور 1970 أيضا مرفوض تماما من المجتمع السوري، ودستور 2012 مرفوض لانه يمكن الاستبداد، اذا نحن لدينا ثلاثه دساتير مرفوضه ولا تمثل الشارع السوري، ما الذي يعني طيب هون يعني هون دكتور مبيض لو سمحتي لي يعني شو الضامن انه الدستور العديد المزمع نعم. انجازه في هذه اللجنه اللي فيها كل هذه الثغرات على القليله اللي اثورت حولها يعني الحوامل الاجتماعيه، المرجعيات، الشرعيه انه ما اجت بطريقه يعني ديمقراطيه عبر انتخاب لأن اللجان هكذا يعني بدول مستقرة على القليلة تطرح يعني أعضاء اللجان الدستورية والمجلس التأسيسي للدستور على سبيل المثال في تونس في ليبيا أنا شهدت يعني تجربتين للدستور كان في انتخابات لانتخاب أعضاء هيئة تأسيسية للدستور أو مجلس تأسيسي للدستور وبعدين ذهبوا إلى إلى الدستور شو الضامن الآن إنه هذا الدستور أيضا ما يتم رفضه وما تطلع ناس بتقول لك إنه هذا لا يمثل المجتمع السوري إحنا رافضينه نعم كما طرح الدكتور هشام قبل قليل، هذا الدستور سوف يطرح للاستفتاء الشعبي وسوف يكون الراي الاخير للسوريين فيه بطرق يتم التوافق عليها لاحقا، اذا هذه النقطة يجب أن لا يتم إخفالها. أنه سيكون هناك آليات للتأكد وللتثبت من أن هذا الدستور الذي يطمح له الجميع، يعني لا يوجد إنسان عاقل في سوريا، نعم. لا يريد التخلص من الدستور الاستبدادي أو ولا يوجد أيضا من يريد العودة لدستور البعث والذي يعني كان هناك يوجد دكتور يوجد للاسف يعني انت عارفه انه في حاضنه للنظام وحاضنه كبيره للاسف لا. بس خليني اروح للدكتور حسام لانه طولت عليه دكتور حسام الدكتور مروه وايضا دكتور مبيض يعني بيحاولوا بيقولوا لك انه ليس بالامكان افضل مما كان طيب انت عندك تحفظات او تشكل يعني تمثل راي فئه من السوريين اللي عندهم تحفظات او غير راضين بهذه اللجنه يعني شو 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 في افضل من هيك شو البدائل شو شو الحل خلينا هلا بطريقه تشكيل اللجنه يعني كان في حلول اخرى لتشكل لجنه دستوريه غير هذا هذا الشكل اللي انت اعترضت عليه اسمح لي بس استاذ عمر قبل علق تعليقين على كلام الزملاء اولا موضوع الوكاله الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه لا ينطبق هذا الكلام برأي على الدستور ابدا لاننا لدينا يعني عدد كبير جدا من تجارب الشعوب ان الاستفتاء حتى لو كان اتت نتيجه الاستفتاء بنعم الظروف هي التي تعطينا نتيجه الاستفتاءات كما نعرف معظم الدكتاتوريين في العالم يعني معظم الحكام الشموليين الدكتاتوريين في العالم اتوا عبر استفتاءات بعد م. ما عمل الانقلاب سوى استفتاء ايضا دستور يعني الدكتوره مبيض تفضل على دستور البعث 73 74 انه انه هو يعني يمثل طبعا فكره حكم البعث القائد الدولي للمجتمع هذا صحيح لكن ايضا اتى عبر استفتاء فاذا الاستفتاء لا يعني ابدا بان الدستور بالضروره هو دستور نتيجه اراده شعبيه الاساس هو الخطوات الدستوريه كما قلت اليه إنتاج اهم من النص نفسه لذلك ليس يجب ان لا نقفز الى موضوع الاستفتاء منذ الان، نتحدث على تشكيل اللجنه، تشكيل اللجنه مرجعيه اللجنه السياسيه والقانونيه مش يعني على الاقل محل نظر هو طبعا اكثر من محل نظر من ناحيه ثانيه الاليات التي سوف تعمل فيها هذه اللجنه غير مبشره ابدا، نتحدث على القواعد الاجرائيه التي تحدث عنها المبعوث الدولي ونتحدث ايضا على ما نسمعه من الزملاء أيضاً، يعني هذا كله لا يبشر بالخير، هذا, هذا واحد. نأتي لموضوع أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، هذا الكلام ليس في السياسة، السياسة دائماً محل أخذ. وعطاء يعني دائما ما حد أخذ ورد يجب أن نكون مبادرين أتفق مع الدكتورة سميرة في هذه النقطة المعارضة لم تكن مبادرة بالطريقة الكافية لإنتاج وثائق ممكن أن تقنع فيها المجتمع الدولي وممكن أن تكون هي متوافقة فيما بينها وأيضا هناك دائما حلول دبلوماسية وخطوات ومبادرات دبلوماسية لم تكن معارضة على, على, على ذلك المستوى في طرحها ولكن بنفس الوقت كي لا نجلد انفسنا كثيرا المجتمع الدولي لم يكن مساندا للمعارضه في جوانب السياسيه والدماسيه دائما كان مسانده دائما في مفاصل معينه لتقول نعم لما يطرح عليها سواء من المبعوث الدولي السابق والمبعوث الدولي الحالي، لذلك الطرح بان يعني يجب ان نقبل لان هذا هو المطروح يعني يجب ان نقبل باللجنه السورية لانها هي الوحيده التي على الطاوله يعني جيم هذا الشيء الوحيد الموجود لدينا يجب ان نقبل به، هذا ليس كلام لا سياسي ولا ثوري. ايضا نقطه تحدثت فيها تصور الدكتوره سميره انه المرجعيه والاساس وما خرج به الشعب السوري اهداف الثوره اهداف الناس اللي خرج. الناس اللي استشهدت بمئات الالاف هل كان هدفها هو لجنه دستوريه بهذا الشكل المريب م. بهذا الشكل وتغيير الدستور طيب. بطريقه ملتبسه حتى القرار الاجرائي الذي بين يدينا يعني يتحدث على الاصلاح دستوري يعني بشكل تبادلي دستور رح 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 على الولايه فيه رح نجي على العمليه الاجرائيه اللي, اللي يعني القواعد الاجرائيه نعم اللي طيب. اللي حكتها الامم المتحده بس السيد مروه يتبسم على حديثك ما نفع معك الغزل سيد مروه مع الاستاذ مع الدكتور حسام يعني آه كمان اشار الدكتور حسام لنقطه في غايه الاهميه هي القواعد الاجرائيه اللي ظهرت يعني وعم يتكلم بمنطق قانوني الرجل يعني آه ما بعرف الى اي مدى انت تتفق معاه يبدو كل واحد عنده وجهه نظر محامي مختلفه عن عن الاخر يعني الواقع القضيه كما أؤكد لك قضيه ما أقوله حول موضوع مشروعيه وإكساء المشروعيه دائما عندما يقول الشعب نعم في أي وقت من الأوقات يعطي الشرعيه لما يشاء وكيف يشاء يعني موضوع الشبهه في الاستفتاء شيء وأن الاستفتاء مصدر المشروعيه شيء آخر أنا أتفق مع الدكتور حسام في أن الاستفتاء والنظم الشمولية هذا شيء اعتدنا عليه معروف يعني عندما تكون نسبة الانتخابات أقل من 99.99 .99 نشك في النتيجة أو نشك في فيما نسمع أما من حيث أقول المبدأ القانوني المبدأ الشرعي الذي يقول الشعب في استفتاء نعم لامر ما فانه يعطيه المشروعيه وبمشروعيته التي يمنحها لهذه لهذا النص الدستوري يكون قد منح شرعيه لما انتجها للاسس والاليه التي ذكرها الدكتور بما انتج النص الدستوري، نعم توافق المجتمع الدولي، هناك عرف على أن يتأسس الدستور وفق الطريقة التي ذكرها وهي محل احترام واتمنى جميعا أن تكون وعملنا معا كما يذكر الدكتور على إعداد وثيقة من أجل أن تقدم وقدمها الدكتور رياض حجاب في آلية الإطار التنفيذي للهيئة الحاكمة الانتقالية أو الانتقال السياسي لكن الآن نحن أمام بحث عن مشروعية النتيجة وهذا ما سألتني عنه أستاذ عمر هل ما سيكون هل ما سينتجه تنتجه هذه اللجنة هل سيكون محل مشروعية وكيف يكون يكون هذا المنتج محل مشروعية ويعطي والشعب يعطي مشروعية لما يشاء يعني لا سلطة فوق سلطة الشعب م. ليست الأعراف والقوانين إلا هي شكل, شكل من أشكال بلورة أداء شعبي هنا وهناك من أجل الوصول إلى أفضل الطرق أنا أتفق مع الدكتور الأسلوب معروف ولكن المشروعية تأتي للاستفتاء طيب. هذا مبدأ لا يمكن الحقيقة أن نحرم الشعب السوري حق إعطاء المشروعية لما يشاء بأية آلية كانت لذا لنجتهد جميعا لنعتبر مخاوف السوريين كما قال الدكتورة سميرة ولو دقيقة من حصة الدكتورة سميرة لو سمحت لي طبع. نحن عندنا شيء مهم جدا هو أن تكون تطلعات الثورة مخاوف الثوريين، مخاوف الشعب السوري، وحدة سوريا أرضاً وشعباً، دولة الحريات، دولة القانون، دولة لا ال... يكون فيها استبداد، ه... هذه المسائل ينبغي أن تكون موجودة وأن يحرص على صياغتها في مبادئ دستورية وفي م... نصوص دستورية، عندما ننتج منتجاً يكون بهذه ال... بهذه القدرة من ال... بهذه ال... بهذا الشكل من التماسك، الشعب سيقول كلمته وبالتالي الشعب غير إذا استطاع بظروف ما ان يكون هناك م. ظروف استبداد تنتجه ظروف شموليه تنتج استبدادا او ظروف استبداد تنتج رايا غير دقيق، نحن الان نتطلع الى ان تكون كما قال ايضا الدكتور حسام هناك بيئه محايده تضمن اجراء هذه الانتخابات، فالقضيه ليست فصلا دستوريا يا زملاء، نتحدث ايضا عن كيف نستفتي على هذا الدستور وكيف نمنحه المشروعيه، هنا نحتاج الى البيئه المحايده، نحتاج الى ان تكون هذه العمليه كمان، تماما كما اتفقت المعارضه مع المبعوث الـ ما هذا الامر يذكره تماما الدكتور حسام ان تكون يعني لا يعتبر النجاح في واحده من هذه العمليات التي طيب. تتكامل معا كلمه اخيره استاذ عمر طبعا. تتكامل معا لتشكل المسيره لتطبيق القرار 2054 الا متكامله النجاح في واحده لا يعني توقف باقي المسائل او نجاح في باقي المسارات يجب ان تنجح المسارات معا وبالتالي البيئه الامنه الانتقال السياسي الحقوق والمجتمعات كلمة, كلمة يجب دكتور مرود كلمة يجب كلنا نحكيها بس النظام يعني احنا ما عندنا ادوات نفرض على النظام ادوات قوه لكي يجب ما يجب يعني عرفت فالنظام عنده انا طيب هذا دكتور حسام بس بدي ارد عليك بدي استاذن الدكتورة سميرة راح اعطيك كامل الوقت دكتورة سميرة تفضل, تفضل. دكتور حسام تفضل موضوع فقط اللي ذكره الاستاذ هشام موضوع السلال السلال الاربعه والموضوعات بانه يجب ان يعني لا يتم الاتفاق على, على, على اي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء ومن ثم التنفيذ نتحدث الان على مرحله اخرى تماما دكتور هشام نتحدث على وضع الدستور عندما كنا نتحدث طبعا مع التذكير بان الهيئه العليا السابقه لم تقبل بالسلال بهذا الشكل ابدا. الموضوع كان يعني مطروح موضوع البحث ومن ثم التطبيق ضمن التسلسل الزمني الواضح في القرارات 2118 و2254. الان تجاوزنا كل ذلك حتى القرار 2254 يتحدث على حكم قبل الدستور قبل الدستور. نحن الان نتحدث عن الدستور عن وضع الدستور وليس عن بحث الدستور نتحدث عن وضع الدستور هذا م. شيء مختلف تماما نحن تجاوزنا القرار الدولي في ذلك يعني هذا نقطه اساسيه يجب ان ان لا تمر اسمع رايك استاذ هشام طيب انا راح اعود لراي استاذ هشام بس قبله راح اعود كمان لراي الدكتوره سميره لكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لاستكمال الصالون السياسي أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من الصالون السياسي والذي نناقش فيه اللجنة الدستورية من زاوية الشرعية والقانونية دكتورة سميرة الآن أريد منك أنت تكلمت عن أخطاء المعارضة اليوم في هذه اللجنة الدستورية اللي مكونة من, من ثلاث أقسام معارضة نظام مجتمع مدني النظام بلوك واحد وانت عارفة مجموعة النظام أو قائمة النظام قائمة المجتمع المدني يعني تتراوح بين يعني محسوب على هذا الطرف او مقرب من هذا الطرف، لكن قائمه المعارضه اليوم هل تعتقد انه هذه القائمه باللجنه الدستوريه أه تمثل المعارضه السوريه؟ هل الخريطه السياسيه السوريه مختصره فقط في هذه القائمه؟ اليست هناك كيانات سياسيه وكيانات سلطات امر واقع وكيانات ايضا يعني ذات نضال ثوري وشخصيات مستقله، ايضا هي معارضه لكن ليست محسوبه على المعارضه الموجوده، فمن تمثل القائمه اللي اللي محسوبه على المعارضه؟ Não. يعني في الحقيقه ساربط بين السؤال الذي تفضلت به وما انتهى عنده الدكتور حسام يعني الدكتور حسام يطرح انه تم تجاوز قرارات دوليه او بالاحرى تجاوز يعني اجراءات كان يجب ان تتم وفق قرارات دوليه يعني السؤال الذي يجب ان يطرحه السوريون على انفسهم اليوم وبالاخص المعارضه لماذا تم تجاوز هذه الخطوات لماذا لم يكن من الممكن تحقيق هذه الخطوات وهذا يصب تماما في سؤالك استاذ عمر لا. ان هناك صراع داخلي ضمن المعارضه، صراع داخلي ضمن المعارضه لم يسمح باي تقدم واقصاء للمعارضه لكافه اطياف الشعب السوري الاخرى التي لا تنتمي للايديولوجيات التي تشكلت منها المعارضه، وايضا اقصاءها للمجتمع المدني او يعني كانت نابذه للمجتمع المدني بشكل او باخر بسبب الارتباط بهذه الايديولوجيات، فبالتالي هنا يعني التجاوز هذه القرارات لم ياتي من فراغ، يجب ان ننظر اين تم الخلل من اجل محاولة تجاوزه. طبعا هذا التجاوز حقيقة ليس سلبيا بالمعنى المطلق، لماذا؟ لأنه كان يمكننا تماما أن نعلق عند نقطة عدم إمكانية تنفيذ هذه القرارات وينتهي الأمر لصالح الأسد في هذه الحالة، لكن كان هناك طرح أمور بديلة ويجب نحن علينا هنا أن نستفيد من هذه الأمور البديلة من أجل تحقيق يعني أكبر قدر ممكن من المكتسبات لمصلحة السوريين. اليوم تشكيل لجنه سوريا وكما نعلم جميعا لم يكن امر سهل بل كان امر تم بتوازن دولي وطبعا من يتحدث عن توازن دولي بالشأن السوري شديد التعقيد يعني يمكننا أن ندرك مدى المفاوضات والزمن وما إلى ما هنالك الذي أخذه هذا الأمر يجب علينا الاستفادة من هذا التوازن الدولي اليوم لسنا تحت محور أستانا ولسنا تحت محور سوتشي وإلى ما هنالك هناك محور دولي يضمن بشكل أو بآخر عدم انحراف المسار باتجاه نظام الأسد وواجبنا هنا أن نستفيد من هذا التقويم التقويم الجزئي وان كان تقويم جزئي في المسار عن مسارات استانا وسوتشي من اجل تحقيق اكبر قدر ممكن من المكتسبات، لذلك كما قلت قبل قليل انها فرصه لان اليوم يعني يمكن ان نقولها ان الكره بملعب السوريين، قد يمكنهم التوصل الى توافق معين يقنع الشعب السوري ويحقق المطالب التي دفع من اجلها السوريون دماء وشهداء وتهجير، وبنفس الوقت يكون مقنعا للضفة المقابلة والتي كانت متوجسة طيلة ثمان سنوات لم تنجح المعارضة باستقطاب يعني نسبة ضئيلة منها فبالتالي يعني بالنظر لهذه النقطة نعم يتوجب علينا العمل بهذا المسار والسعي وبذل أكبر جهد ممكن وبالتعاون مع الحقوقيين أمثال الدكتور حسام وكثير من الخبراء الذين لم يكونوا موجودين ضمن اللجنة الدستورية لكن يجب أن يكونوا داعمين لمسار يعني الذي يدفع نحو مصلحة السوريين بخبرة وبامكانياتهم وبشكل يشمل كافه اطياف الشعب السوري حتي لو لم يكونوا ممثلين ان تكون افكارهم ورؤاهم ممثله بهذا التوجه طيب دكتور حسام انا يعني اكيد انت عندك تعليق علي ما قالته الدكتوره مبيض دكتور مبيض تقول لك نحن اليوم ما لنا تحت محور استانا وما لنا تحت محور سوتشي، عندنا المساحه من اجل يعني تعزيز المكتسبات او تحقيق مكتسبات اكبر، اليوم لدى السوريين فرصه بهذه اللجنه انه يعني ينتجوا دستور او يعني يتوافقوا على دستور قد يكون يعني المنقذ للبلاد وانه السنين هاي كلها ما قدرنا نحقق شيء او المعارضه لم تستطع ان تحقق شيء والا ما كنا ذهبنا الى ما ذهبنا اليه. يعني أتمنى لو أن لدي معطيات لأتفائل كما الدكتورة سميرة متفائلة طبعا المرجعية هي التي تحدد تحت أي محور العملية الحالية هي بالفعل منتجات سوتشي لا نستطيع أن نغمض العين عن ذلك والضامنين الثلاثة يعني إيران ضامنة تخيلوا الروس ضامنين ومن ثم تركيا ضامنة الثالثة نحن تفضلت الدكتورة سميرة قالت بأننا أن هناك شيء من الضمانات الدولية لضبط المسار، لا ارى ذلك للاسف، لا يوجد مرجعيه لضبط المسار، المرجعيه هي القواعد الاجرائيه نفسها، والقواعد الاجرائيه ايضا ليس فيها اي خير يعني حسب ما يبدو. لا يمكن انتاج المقدمات هذه لا تنتج لا نص لا نص دستوري، وطبعا تحدثنا عن ان الاليه اهم من النص، لكن مع ذلك لا يمكن انتاج نص يحقق امل الشعب السوري. تعليق اخر ما لا ادري ماذا يعني لماذا تركز الدكتوره فقط على جانب المعارضه في في يعني اخطاء المعارضه فيما وصلنا اليه، طبعا هناك اخطاء بالمعارضه ولا يعني جل من لا يخطئ لكن ايضا المسار لم يكن سهلا بسبب لم يكن هناك يعني توجه دولي واضح لاسقاط لاسقاط الاسد يجب ان نتحدث بهذا الان بشكل واضح وصريح. ايضا موضوع يعني تحدثت الدكتوره اتصور على انه وكان التاريخ السوري انتج ثلاثه دساتير فقط، لا ابدا التاريخ السوري يعني منذ الاستقلال الاول في 1918 الى الان انتج اكثر من عشر دساتير. ما يميز الدستور 1950 أنا لا لا أتحدث عن واجب تبني أي دستور لكن دستور 1950 ما ميزه بأنه أنتج بطريقة مثالية جمعية تأسيسية منتخبة ضمت خيرة رجالات سوريا من من حيث السياسة ومن حيث القانون وأيضا كان فيها من من أوائل الانتخابات جمعية التأسيسية اللي كان للمرأة دور كبير فيها ورجالات سوريا ونساء كانوا موجودين فيها بقوة ومن ثم أنتج الدستور متوازن جدا لكن بغض النظر عن ذلك المقدمات التي أدت إلى إنتاج دستور 1950 أدت إلى هذا الإنتاج الجميل هذا النص الجميل وهذا الذي عبر عن واقع سوريا آنذاك نعم. وإلى إلى حد كبير يعبر على كثير من يعني آراء السوريين لكن الآن هذه المقدمات لن تؤدي إلى نتائج المرجعيات مختلفة مرجعية الأصل مرجعية اللجنة نفسها يعني مرجعية كما قلنا مشتبه يعني محل نظر وأيضا مرجعيات الأعضاء المكونين لهذه اللجنة الدستورية لدينا مشكله في ذلك المرجعيه مختلفه مرجعيه الاسد مرجعيه 50 عضو للنظام مرجعيتهم دستور 2012 اتحدث على المرجعيه القانونيه لا اتحدث عن المرجعيه الامنيه ايضا نعم ومرجعيات الاخرين مرجعيات مختلفه مرجعيات المعارضه السوريه مكونات داخل ال 50 عضو لديهم ايضا مرجعيات مختلفه فيما بينهم هيئه التنسيق التنسيق مرجعيتها مختلفه عن اعضاء الائتلاف مرجعية مختلفة أيضا على منصة طيب. موسكو منصة القاهرة هناك مرجعيات داخل الخمسين عضونا هيك عن الخمسين الذين بين قوسين صعبتها مث... دكتور يعني حسام صعبتها على... أنهم يمثلون صعبت على الضيوف الكرام بس أنا يعني رح أخذ رأي الدكتور مروة لكن خلينا نتابع كليب قصير أرسله لنا الدكتور محمد حبش مشكورا وهو أستاذ القانون في جامعة أبو ظبي حول رأيه يعني أطر فيه رأيه في اللجنة الدستورية نتابع إذا كنت تسألني عن العدالة، فالعدالة بكل تأكيد في مكان آخر، لا تستطيع هذه اللجنة الدستورية أن تحقق العدالة للسوريين. العدالة تقتضي أن يذهب كل من دمر سوريا وقصف الناس بالبراميل وقصفهم بالغازات السامة وعذبهم في السجون حتى الموت وشرد نصف الشعب السوري. العدالة أن يذهب إلى قفص القضاء وأن يحاكم أمام الناس. لكن للأسف كلنا يعلم نحن نتحدث عن فن الممكن. مجلس الامن منقسم منذ ثمانيه اعوام، وهناك 15 فيتو روسي لتأييد هذا النظام، وكثير منها فيتو روسي صيني. اذا الانقسام منذ ثمانيه اعوام مستمر، الان اول مره يتوحد مجلس الامن وراء مشروع سياسي. دعونا نغتنم هذه الفرصه ودعونا نحرج النظام ونذهب مع المجتمع الدولي الى الحل الممكن ونقدم يعني ما نستطيع لاغتنام هذه الفرصه من اجل خلاص السوريين. الشرفاء في اللجنه الدستوريه كثير، دعوهم يقومون بالواجب في هذه اللحظه وعندما يدركون انهم لن يستطيعوا ان يقدموا شيئا، عند ذلك يمكنهم ان ينسحبوا انسحابا جماعيا. طبعا كان هذا رأي الدكتور محمد حبش دكتورة سميرة أنا بدي أرجع لك أيضا حول يعني النقاط القانونية اللي أثارها الدكتور الحافظ يبدو أن الدكتور مروة فصل معنا بانتظار عودته الآن قانونية اللجنة الدستورية هل, هل فعلا اللجنة الدستورية تستمد قانونيتها من القرارات الأممية 2254 و 2118 أو يعني من وين تستمد قانونيتها مرجعيتها القانونية شو هي؟ نعم اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك، طبعا ذكر الدكتور حسام نقطة شديدة الأهمية، وأنا أطلب منه أن يطبقها في هذا الزمان، ذكر أن المقدمات التي سبقت دستور عام 1950 هي التي أدت لهذا الإنتاج الذي يعني كان مناسبا منبثقا من الشارع السوري في حينها، اليوم لننظر لهذه المقدمات التي أدت بنا إلى هذا الحال في أي حال سوريا اليوم؟ وعليه نتصرف بالمستقبل، يعني حقيقة مقاربة اجدها مثالية تماما للتطبيق في الوقت الحالي. طبعا اللجنة الدستورية مذكورة في القرار 2254 وبشكل رئيسي ك يعني جزء من عملية الانتقال السياسي، فنحن عندما ننظر للجنة الدستورية بشكل مستقل لن يكون لها يعني اي معنى، لكننا ننظر لها من من خلال الانطلاق عملية المسار السياسي، وطبعا انطلاق هذه العمليه جاء بعد فتره طويله من الجمود السياسي الذي ساد الحاله السوريه، والذي كان فيه تحركات عسكريه كما نعلم جميعا، والذي كان فيه ايضا يعني وجود للتطرف بمختلف اشكاله على الاراضي السوريه، في كل هذه المرحله لم يكن التحرك السياسي يعني بالقدره المتاحه له، لان نعلم جميعا عندما يسود صوت التطرف وصوت السلاح فاخر ما يمكن سماعه هو صوت سواء المجتمع المدني او حتى التحركات او التجمعات السياسيه العقلانيه والتي طيب تدور طيب دكتوره سميره يعني هاي هاي التخوفات يعني اللي تحكيها طب ما نعم. تخافون تكونوا شهود زور بهذه اللجنه وتتحملوا ايضا مسؤوليه تاريخيه تكلم عن قائمة المجتمع المدني او على الاقل اللي انت تمثلي وجهه نظرهم انه انتم صوتكم يعني ما هذا هالصوت القوي اليوم الطريقه آه حتى آه يعني التصويت على القرارات ضمن هذه اللجنه يعني موزعه بطريقه ما اعتقد انه في امل للمعارضه انه تمرر قرارات وقادر النظام يعطل الى ما شاء الله بهذه القرارات نعم يعني هنا انا استند على نقطتين حقيقه بدايه وجود توازن دولي من اجل تحقيق هذه اللجنه الدستوريه ونحن نعلم ان النظام عرقل كثيرا ووقف كثيرا بوجه يعني اطلاق هذه اللجنه الدستوريه لانها جزء من اطلاق عمليه الانتقال السياسي ومسار الانتقال السياسي فبالتالي وجود هذا التوازن الدولي يعطي يعني شيء من المرتكز الذي يمكن ان يوحي بهذا الامر طبعا هناك نقطه ثانية. لا تقل اهميه وهي ايضا ان السوريين ادركوا اليوم وبعد ثماني سنوات ما الذي ما هو يعني مصير سوريا في حال لم يتم التوصل لاتفاق سوري نعم. سوري حول المستقبل اذا يعني انا لست مع الاساتذه الذين يتفضلون بان كامل منهم يعيشون في مناطق الخاضعه للنظام هم مع بقاء هذا الوضع طيب. الاستبدادي والقمعي وظروف الحياه السيئه وانما قد أدركوا أن هناك طرق أخرى يجب السعي إليها وأنا أعتمد على ذلك أيضا طيب دكتورة خلينا أنا كمان يعني نذهب لتغريدة كتبها القاضي رياض علي وهو كان يعني أحد القضاة اللي يحضرون ورشات على يعني ورشات دستورية أو حول الدستور في عدة يعني ورشات حصلت في أوروبا كتب على حسابه على تويتر من المفترض وجود مادة في الدستور الجديد تحضر على أعضاء اللجنة الدستورية ترشح لأي منصب سياسي في سوريا القادمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ إقرار الدستور الجديد أن تم إقراره مستقبلا دكتور هشام مروه قادرين تمرقوا هيك, هيك قانون في اللجنة الدستورية هيك بند يعني هذا الامر الحقيقه اكثر من يعني متوقع جدا من اوساط المعارضه كما تعلم سبق للائتلاف من جهه والمجلس الوطني من قبل ان ان نصوا في نصوص نظامهم الاساسي على انه لا يكون لاحد من يتولى موقعا في المجلس الوطني او في الائتلاف الوطني ان يكون له نصيب في موقع سياسي او يرشح نفسه لموقع سياسي في الحكومة أو ما بعد سقوط النظام كما تعلم هذا الأمر م. معروف لكن يعني أنا كما تعلم الحقيقة أنا أريد أن أختم وبسرعة فضل. يعني هناك أمر يعني كما أشرت لك في المقابلة قبل المقابلة أني عندي التزام لابد أن نعم تفضل لكن كلمة أخيرة يعني يعني كما قال الدكتور حباش علينا أن نستفيد من هذه الفرصة وكما قال الدكتورة سميرة وأما مسألة المشروعية فأنا أؤكد لك أن الشعب هو سيد هو مصدر الشرعية عندما يقول الشعب نعم لهذا الدستور نعم لما جاء في هذا الدستور فهو يشرع كل ما سبق هذا الدستور وعندما يقول لا لهذا الدستور فهو يسقطه ويسقط كل مخرجاته وبالتالي نحن فعلا امام حال لا يكون فيها اساءه للشعب السوري كما هو متخيل، الاصرار على ان هذه على ان الاليه الصحيحه تنتج دستورا صحيحا لا، قد تكون اليه صحيحه وقد لا يقبله الشعب، العبره بالاستفتاء والعبره بالدستور، الشعب مصدر السلطات، مصدر المشروعيه، وعلينا ان نتمسك بما يعني وان نعمل لهذا الدين على ان تكون طلاعة الشعب موجوده في هذه اللجنه في هذه المخرجات من اجل ان تكون مقبوله وتساهم في خروجنا من النفق بعد تقديم الضحايا الكثير. طيب استاذ هشام انك تتمنى أن تبقى معنا الدقائق المتبقيه لكن عندك التزام اشكرك يعني جزيل الشكر على وجودك معنا، دكتور حسام اذا عندك تعليق على ما تفضل به الاستاذ هشام ولو انه يغادرها وانا بدي كمان اعيد اكرر على حضرتك السؤال اللي طرحته الدكتوره مبيض عم تقول يعني شو مصير سوريا الان؟ وفي ناس يعني في سوريين بالداخل سئموا من هذه الحاله لا انتصار ولا هزيمه، بالتالي يبحثون عن بدائل وهي ترى أن اللجنه الدستوريه احد هذه البدائل اللي تحافظ على بعض المكتسبات. يعني هذا اختلاف بوجهات النظر اختلاف عميق بين من يرى بأن اللجنة السورية هي فرصة وأن هناك أمل وبين من لا يرى ذلك انطلاقا من كثير من المعطيات التي تحدثنا عن بعضها اليوم يعني. يعني عندما أتحدث على اختلاف المرجعيه اتحدث على شيء ليس فقط يعني فقهي وليس فقط يعني كلام قانوني يعني ليس له تاثير اتحدث على شيء سوف يؤثر على العمل هذه اللجنه على الانتاج النهائي لهذه اللجنه وتعليق سريع لانه في نقطتين اللي طرحهم الدكتور فاضح. حبش مهمين قال اول مره اول مره يتوحد مجلس الامن على مشروع سياسي هذا غير صحيح القرار البيان جنيف 30 حزيران 2012 المعزز بقرار مجلس الامن 2018 هو قرار فكان في عليه اجماع دولي يعني كان هناك بعض الاختلافات بالتفسير لكن هناك اجماع دولي على الهيئه الحكم الانتقاليه وايضا بان اذا لم تستطيعوا ان تفعلوا شيء يا اعضاء المعارضه في اللجنه الدستوريه كما قال الدكتور حبش فليكن هناك انسحاب جماعي عندها لن يكون هناك لهذا الانسحاب الجماعي اي تاثير لان العتبه يعني المعارضه تكون قد دخلت الى هذا الى هذا المعترك لم لم تعد معارضة تفاوض النظام بل أصبحت جزء من اللجنة الدستورية مع النظام يعني العتبة نكون قد تجاوزناها أيضا تعليق بسيط على كلام الدكتورة سميرة اللجنة الدستورية لا غير موجودة في القرار 2254 الفقرة أربعة من القرار 2254 تتحدث على حكم جديد انتقالي ومن ثم صياغة الدستور يعني بشكل واضح وصريح وليس ليس هناك لجنه دستوريه قبل الحكم أيوة. هذا هذا القرار 22 22, 22 وايضا موضوع المقدمات اذا لم يكن لدينا مقدمات جيده فليس فليس لزاما علينا ان نستعمل المعطيات السيئه ونحن نعرف بانها سوف تنتج منتجا سيئا نعم. الحديث دائما يعني عندما اتحدث انا او غيري في هذا بهذا السياق يقولون لنا وما هو البديل اخرج لنا بديلا البديل هو الذي تحدثت عنه الدكتورة سميرة نفسها، يعني لنراجع أنفسنا ولنحسن الأداء ولنتجمع اكثر ولنكون يد واحده بشكل مطلق يعق. ومن ثم ايضا هناك لدينا شركاء لنتحدث مع شركائنا وممكن تغيير الواقع طيب. لا يمكن يعني اللجنه الدستوريه ليست هي اخر العالم ولا اخر المطاف طيب خليك معي دكتور مبيض اريد منك بدقيقه، انت عندك قناعه انه ممكن اللجنه الدستوريه هي التي تحدد مصير سوريا ام التوافقات الامريكيه الروسيه والدول الفاعله في المشهد السوري؟ يعني المشهد السوري منذ بدايته لا يتعلق بنقطة واحدة، لا يمكن أن تكون لجنة دستورية لوحدها، لا يمكن أن يكون الاتفاق الدولي لوحده طالما لا يوجد اتفاق سوري، ولا يمكن أن يكون يعني أي جزء من هذه الجزئيات التي تعالج، هو عبارة عن مشهد متكامل، كل طرف يعني مؤثر في جهة معينة، وإن أردنا فعلاً الانتقال إلى مرحلة أخرى غير المرحلة التي نحن عليها اليوم والتي هي حالة يعني دعني أقول انهيار كامل، فبالتالي يجب أن يقوم كل جزء بكل شخص او كل طرف بالواجب الملزم به باتجاه الدفع نحو مصلحه السوريين سواء التوازن الدولي والدول التي تقول انها تسعى للتوازن في سوريا فليتم اثبات ذلك فعليا لا. سواء الاطراف السوريه التي تقول بهذا السياق ايضا طيب. فليتم العمل على ذلك بشكل واقعي ضيوفي الكرام الدكتور مبيض من باريس والدكتور الحافظ من الدوحه والدكتور مروه من كندا شكرا جزيلا لوجودكم معنا وادعوكم انتم مشاهدينا الكرام ليعني لي مشاهده هذا الفيديو القصير عن اللجنه الدستوريه التي وضعت دستور عام 1950 في سوريا